أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم
تَعْلَمُونَ.